تضحي بالغلي والنافس والنفيس من أجل أن تحيا هذه المدينة في شروط أحسن من الظروف التي تعيش فيها حاليا. ماذا عسانا نقول في هذا الرزق الكبير؟ ماذا عسانا نقول في هذا الفقد القبيح الذي ألم بهذه المدينة؟ ماذا عسانا نقول في هذا المصاب الجلل ولا راد لقدر الله؟ ماذا عسانا أن نعلق في هذا المأتم، في هذا الموقع، في هذا المكان الأليم، حينما تفقد مدينة العرائش جزءا من جسدها؟ زور الإملاحي كانت جزءا من جسد مدينة العرائش، زور الإملاحي كانت جزءا من الوطن، لأنها كانت غارقة في وطنها، محبة لوطنها، تضحي بأسرتها، بعائلتها، بأقربائها من أجل أن توفر أو أن تساهم في توفير ظروف تمكن هذا الوطن من أن يعيش في ظروف أحسن. زور الإملاحي حينما نفقدها اليوم في حزب الاستقلال فإنها لا نفقدها كمناضلة، بل نعتبر أن الوطن فقد امرأة صادقة خدومة. يصعب أن نتحدث عن تعويض أو عن قطعة غيار بديلة لها. زور الإملاحي ورقة وراقة كانت مليئة مكتظة بالاخضرار، كانت تحب الناس، كانت تحب فعل الخير، كانت تمارس نكران ذات كبير وفظيع. ويكفي شرفا لهذه المدينة أنها أنجبت امرأة في حجم الزهرة الإملاحي رحمها الله. عرفتها منذ نعومة أظفاري في بيت الحزب، وعرفتها في الحي الذي كنت أقطن به. كانت ابنة الحي رحمة الله عليها حينما كانت شابة في مقتبل العمر مقبلة على الحياة. اليوم نعتبر أن هذه المدينة فقدت إحدى أبرز قادتها من النساء على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي. وحينما نتحدث عن زور الإملاحي يجب أن نتحدث عن هذا الفقد الذي أصاب هذه المدينة، لأنه يصعب علينا أن نعوض زور الإملاحي، لأنها تربية، لأنها منشأ، لأنها شجرة عميقة الجذور في هذا الوطن. رحمكم الله، رحمك الله أيتها المناضلة، ورزقنا الصبر والسلوان من ورائك، ورزق الصبر والسلوان لتربتها الناضجة الصالحة الأخ نوف العامل والأخوات والزوجيات المباركة. اللهم شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مباشرة من مدينة العرائش، حضور حميد شباط في تشيع جثمان المناضلة الاستقلالية فاطمة زهرة الإملاحي. انتهت مراسم دفن، إنا لله وإنا إليه راجعون.